السلام عليكم ومرحبا بكم دائما في القناة مع الشيف تحمل الطبخ. ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبصحة جيدة. الوصفة تاع اليوم جيتكم بكيكة لأعياد الميلاد خطيرة، تقدروا ديروها للدراري وتقدروا ديروها للبنات. كيكة بالطبع، اول حاجة البسكويت تاعنا راح يكون بنكهة النوازات وراح نديروا له نوازات مرحي. دوك تشوفوا البسكويت هذا خطير. ثاني حاجة واللي هي الكريمة بذوق النوازات، ما عندي ما نقول لك، راح ندير لها شوكولاتة طارتيني بذوق النوازات ودوك تشوفوا واش ندير لها باش تجي بنينة. اما التزيين كل واحد يديكوري على حسب غوستو. هذه هي بالنسبة للتزيين، راح يبقى اذواق. الصح في الوصفة هذه وشنو هي؟ البسكويت تاعكم كي يكون ناجح ويجي بالطبع، والكريمة كي تكون بنينة. اما التزيين راح يبقى عليكم. هاد لا فيديو مهم بالبزاف، وديروا لنا لي جيم هكذا باش لي راهم يخدموا كما يقول لك الطلبيات، يدوا فكرة اللي يحبوا يفرحوا ولادهم في الدار، يدوا فكرة. وهذه هي، وكما راكم تشوفوا هادو الصور اللي راح نوريهم لكم. هادي اخت من الاخوات تكون في صحه ولا غير، كيما تعرفت عليها ومشتركه عندنا في القناه، راهي تخدم لي كوموند من الدار. يعني حبيت نوري لكم هاد الوصفات ونخلي لكم رابط الانستغرام تاعها، تدخلوا تضربوا طلا. يعني الطفله هادي تسكن في صحه ولا، الناس اللي تكون جوه بير خادم درار يا دويره، الا حبيتوا تحفزوها دخلوا الانستغرام تاعها. دونك هادي دنيا كاش واحد يحتاجها ولا يقدر يكونتاكتيها. هذه هي، ما تنساوش خوكم دحمانو صغير بلي جام وفرجة ممتعة للجميع. سبعة حبيبات تاع البيض، 210 غرام تاع السكر كاس راهم عمر، 210 غرام تاع الفارينة، عندنا 7 ملاعق تاع الزيت 70 غرام، قريصة تاع الملح. هذه هي لو كان راح نديرو فاني نزيدو نضيفو ملعقة تاع لافاني. نتوما تحبوا نضيفوها هنا تحبوا ما تضيفوهاش. الحاجة الأساسية وشنو هي؟ عطر النوازات كما راكم تشوفوا اللي راح نديروه في البسكويت تاعنا. وعندنا هنا حوالي ملعقه كبيره اون بودر، يعني مرحي هذا البياض البيض تاعنا. نديروا القرصه تاع الملح، نطلعوه مليح بالباتور، ابري بان يطلع نبداو نضيفوا السكر تاعنا بالتدريج، نكملوا الكاس تاع السكر، نزيدوا نضيفوا البيض تاعنا بالحبيب والحبيبه، نكملوهم كامل ونعاود نولي لكم. ما دخلنا قلنا السكر هذاك والبيض والخليط لازم يتخلط مليح. دوكا واش راح نضيفو؟ نشعلو الباتور تاعنا ونضيفو الكمية كامل تاع الزيت ونعاودو نولو. ما دخلت كامل الكمية تاع الزيت، دوكا راح نجيبو العطر تاع البندق كيما راكو تشوفو النوازات تاعنا، ونديرو هكذا حوالي قطرة. شوفو كيفاش هدايا، ونخلطو مليح. هنا بعد ما خلطنا الخليط تاعنا، شوف كيش راهو رغوي بنكهة النوازات. هذه هي انا القطره اللي درتها، حركت زد درت شويه، يعني نتوما هنا تتحكموا، تحبوا ديروا شويه تحبوا بزاف، هذيك راح تبقى عليكم. اول حاجه راح نجيبوا الفارينه تاعنا، نغربلو الكاس الاولاني كيما راكم تشوفوا، ندخلوا الدفعه الاولى كالعاده والعوايد، ابري ما نكملوا الدفعه الاولى نديروا الدفعه الثانيه ونعاود نولي لكم. لما دخلت كامل كمية تاع الفرينة، شوفوا الخليط تاعنا كيفاش راهو ما شاء الله. دوكا في الاخير راح نضيفوا هذيك الملعقة تاع البندق المحمص هكذايا كيما راكم تشوفوا، يعني راح تجيكم واحد البسكوي بالطبع. ندخلوها هكذا كامل ولافاري تاعنا راها واجدة. السنيوة تاعنا تاع 30 على 40، لافاري تاعنا راها واجدة. نحطوا ورق الزبدة تاعنا، نلصقوا مليح، نبسطوها كامل ونعاود نولي. بعد ما فرغنا لاباري بسطناها، نخطوها حوالي 3-4 يخرجوا هذوك الفقاعات، راها واجده. الفور كالعاده والعويده، رش حراره 180، المده تاع الطياب راح تشد لكم ممكن من 15 حتى 16-17، سا ديبو على حساب الفور كيفاش يكون. هكذا نطيبوها ونجو نشوفوها على بركه الله. نطب البسكويت ضربنا حوالي 20 دقيقه، نحوه من السنيوه يا حي تنحى ساهل مهل. واش راح نديرو هنا؟ نجيبو ورق الزبده كيما راح تشوفو كيما العاده والعوايد، ونقلبو الورقه تاع البسكويت بحال الطريق هنا، نمسحوها هكذا خفيف ظريف، ونجيو نحو ورق الزبده، يعني راح يتنحى بكل سهوله. بعد ما دورناها نجو نتحفوها على لي كوتي كامل، صاير داير جيب الموس تاع المنشار، يعني راح يمشيها بكل سهوله. شوف ها اوبلا، تقطعو خط واحد. شوف ها نزيدو نجو نقسموها على زوج كيما راكم تشوفو، لازم تحكمو المنتصف باش يجو متساويين ها هكذا بكل سهوله. نخلوهم يرتاحو ونجو نحضرو الكريمه تاعنا.
خدموها بلا شونتيي، تبعوا معايا مليح. عندنا زوج كيسان تاع لا بودر شونتيي، انا بالميزان استعملت 350 غرام، راح ندير لهم 300 مليلتر تاع الماء يكون بارد، زوج ملاعق تاع اللحضه. اللي ما عندوش اللحضه يستعمل الحليب في بلاصه الماء عادي. هنا عندنا عطر البندق وعندنا شوكولا تارتيني نوازات، راح نضيف منها حوالي ملعقه كبيره. هذه هي اول حاجه واش راح نديرو، نجيبو العطر تاعنا نحطوه هكذا كميه في الماء كما راكم تشوفوا، نحركوه مليح. وهنا بعد ما تحلل كامل هذيك الكميه نجو نفرغوها هنا فوق لا بودر الشونتي وهذاك الحليب. دوك انا واش راح نديرو، كيما راهم نجيبو مغرفه ونحركوهم حتى يذوب كيما يقول لك هذيك لا شونتي في الماء، باش نبداو نضربوها بالباتر. قلت لكم هذه خطوه مهمه باش الكريمه تاعكم ما تجيش فيها كامل هذيك الحبيبات، تجي صافيه وافيه. هذه هي نحركوها مليح، بعد ما تخلطت جيدا راح نضيف هكذايا حوالي ملعقه كبيره تاع لاباط شوكولا تارتيني تاع البندق. ما عندي ما نقول لك، نجيب الباتور تاعنا ونطلعوا الكريمه جيدا. الكريمه تاعنا راها واجده، شوف واش تجي ما شاء الله، يعني 300 غرام تاع شونتيي راح تكفي وتبقى لكم شويه. شوف شحال تجي الشويبه مع هذيك الشوكولا، وما عندي ما نقول لك العطر راح تجي في الواعر. نعمرها في لابوش ونجو نبداو المونتاج تاعنا. اول حاجه بعد ما حطينا الكريمه تاعنا في لابوش راها معمره. دوكا واش راح نديرو، اول حاجه نجيبو الكرتونه تاعنا نحطو شويه تاع الكريمه نمسحوها ونحطو الطبقه الاولى تاع البسكوي. الطبقه البسكوي تاع الاولى واش راح نديرها، راح ندير لها شويه شوكولا تارتيني بذوق البندق كيما راكم تشوفوا هكذا، ونمشيها خفيف ظريف. نديرو في الكريمه راح نبداو كيما راكم تشوفوا، لادوي تاع اليوم راح تكون سيمبولي. هذه هي نمشيهم كامل اخفيف ظريف ونعاود نودي لكم. مشينا كامل الطبقه الاولى. هنا واش عندي، تبقى لي شويه هذاك البندق مرحي، راح نجوزوه كامل هكذا اخفيف ظريف كيما راكم تشوفوا، ما زربعنا عليه. دوكا واش راح نديرو، نجيبو الطبقه الثانيه هكذا ونسقموها على حساب الطبقة الأولى. هذه هي لازم تقطعهم ويكونوا متساويين. بعد ما حطينا الطبقة الثانية حطيت فوقها الشوكولا أطارتيني بذوق البندق، ونبداو نديرو فلي روزاز. هذه هي نكملهم ونعاود نولي لكم. كملنا كامل الكريمة، شوف واش راها متحوفة ما شاء الله. دوكا الديكور من الفوق انتوما ديرو واش تحبوا، أنا راح ندير هكذا حبيبات تاع البندق كيما راكم تشوفوا. راح نديرو حبة هنا حبة هنا حبة هنا بهذه الطريقة هكذايا، نكملهم كامل. إذا كما راكم تشوفوا بعد ما استفت هذاك البندق، أربعة حبات تاع الجوز على الطرف خفيف ظريف، كانت عندي حبة كيوي قسمتها على نص نص، برشتوهم ديك ربعة على الطرف، هذاك النص اللي تبقى برشتو كيما نبرجو الخيار الطماطيش. التزييني راح يكون اختياري وعلى حساب الناس واش هما نديرولكم اللي خدمتو لي كومود، وانتوما فرحوا ولادكم بالحاجة اللي قدرتو عليها. هنا عندي حبة فيريرو فتحتها، حبة رافايلو، يعني هذه هي الكيكة. نمسحو الحالة ونجو نشوفوها في النتيجة النهائية. الكيكة تاعنا بعد ما ارتاحت حطيتها في الكرتونة تاعها وراهي واجدة. شتو الكيكة تاعنا خفيفة ظريفة، نتوما تدو فكرة من البسكوي او الجينواز، تدو فكرة من الكريمة والتزيين راح يبغى اختياري. بالنسبة للناس اللي يقولوا كي نخدمو طلبيات شحال نحسبوها شحال نحسبوها، دوكا السعر تاع السلعة كامل راهي غالية. نتوما كي تشرو السلعة تحسبوا السلعة تاعكم شحال شفريتو باش خدمتو هاد الكيكة، يعني تحسب من الكرتونة من الورقة اللي تحت الكرتونة من البسكويت تاعك والبيض وجمعتو من الكريمة كل حاجة واش خسرت، ومن بعد نتايا تقيم التعب تاعك والفائدة. وهذه هي دوك انا شحال تبيعو منقدرش نعطي لك سعر، ممكن نعطيك سعر ممكن يكون غالي بزاف ممكن ما يخرجكش، تسمى هذه العفسه تاع السعر نتوما اللي تتحكموا فيها. وكي تكون حاجه باينه رانا نقولها. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكره وكانت خفيفه ظريفه عليكم. خوكم لحمان يونس هنا، ما بقى لي يقولكم خير، بقاو على خير وتهلاو في روحتكم. الى اللقاء مع وصفات جديده. السلام.